هو اسمه في الضفة الغربية معبر الكرامة وجسر الملك حسين في الأردن. يسميه الاحتلال الإسرائيلي بجسر الليمبي، ويعد المنفذ الوحيد للفلسطينيين في الضفة الغربية نحو الخارج وعبر الأردن. استمد هذا المعبر مصطلح الجسر من الممر الخشبي لاجتياز نهر الأردن، وبقي خشبيا حتى 2001 عندما تحول إلى جسر إسمنتي، وتحول إلى 4 مسارات للحافلات والمركبات والشاحنات. يبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة أريحة شرقي وسط الضفة الغربية، ونحو 60 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان. على المسافرين من الضفة إلى الأردن المرور ب3 محطات، هي حاجز فلسطيني و3 حواجز إسرائيلية وحاجزان أردنية. نقطة المغادرة الفلسطينية بمدينة أريحة تسمى الاستراحة، فيها يتم التسجيل ويستقل المسافرون حافلات فلسطينية إلى المحطات التالية، وهي نقطة العبور الإسرائيلية غربي الأردن. في الحواجز الإسرائيلية يمر العابرون بعدة مراحل: أولاً تفتيش أمني دقيق للمركبات، ثانياً تدقيق إلكتروني عبر الماكينات وبصمة العين للأفراد، وثالثاً فحص الوثائق وجوازات سفر المسافرين. من ثم تقلهم حافلات أردنية إلى المحطة الثالثة، نقطة الحدود الأردنية شرقي الأردن.